العربية ممكن تمشي هنا جعران. ما تفكرش الطريق كله كده، قدامه شوية فيه باب وجبال، ما ينفعش يمشي فيها إلا البهايم. I'm afraid Mr. Finley, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do anything, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit. We can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا الركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرت، وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسغه دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اثارات ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجة عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهدايا في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخشبك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف؟ ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحدة قدام الخواجة يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه؟ ايه؟ تخوات يا ريس بن دا. وطي راسك مستر كريمت. ما تخافش ما تخافش يا خواجه، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا جوهران؟ لا لا ما فيش خطر ولا حاجه، الجبل كله ملكنا. على فكرة أنا لو حصل لي أي حاجة أنت وأهلك في أسوان في إيدينا. عيب يا خواجة، أنت أمانة في رقبتي وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا أوصلك مطرح ما جبتك بأمان. أنقتل أنقتل وأنا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، دم في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماضي انقتل يا كبير من داري غدر بيه وهو وصينا، وده مننا مواش منكم يا ناجي. منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين إنه مقطوع هو وأهله وناسه، فاتوا النجع من سنين. بس ماضي رجع للنجع في حمايتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافية إياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ملكش أي عازة ولا عزوة. أنا عزوت في أدياب وأنت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على أهل وناس وطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البن داري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقتي نتفاهموا فيه بعدين، الخواجة وصل. بس لازم تعرفوا يا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حمايتي وبكلمه امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حمايتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا عشان كده
طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرف كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجالة يدكم معاي. الله يلا يا رجالة. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش امان. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدي بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس. تعال. قالوا لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين؟ استهدي بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لك قتيل. خليه يقعد. قال لي ثلاثه بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. اللي حسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري. البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كاميرات النجم. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي. وتر ماضي حاخده حاخده يا بن داري، بس بعد ما تتم البيعه. هدوه يا رجالة. لا 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 رجالة. كمل على طول. ده من عيلتنا يا ناش. مين يكون؟ لا مش من عيلتنا ولا حاجة. اطمن يا مرت اخوي. ده الواد ماضي الله يرحمه. الكبير امر يندفن في ترابنا بعد ما نغسله ونصلوا عليه. مين اللي قتله؟ ده ماضي غلبان. البندرية قتلوه غدر. يا سوادي، ده حسان مديله عهد امان. طمني، مش نحن همّل وطاروا أبداً. خلاص روح انت معنا سوين دلوك لغاية ما الضيوف ما يمشوا وبعدها يحلها الحلال. روحي. مين القتيل يا وجيدة؟ ده ماضي قتلوه البندرية عشان وحداني ومالوش عزوة. لا وانت الصادقة ديني ومبيتني. شافوه ليلة ما طلعوا كنز واقف أيتسامر مع مرت دياب البنداري. قلتيلي عشان كده اتلككوله وقتلوه عشان ينتجموا منه عشان كان واقف مع مرت دياب. هما كيف سموهم البندرية؟ عشان بيعرفوا يداروا على فضايحهم.